منصور بن عمار، هذا الرجل العالم العابد كان يلقي الدرس، كان دير الدرس. ناض أحد الناس كان حاضر معه في الدرس، قال له: يا شيخ، راه دين 4 دنانير راهم يسألوني الناس، ادعي لي ربي فرج عليا باش نقضي دين الناس. ناض واحد السيد كان قاعد، قال له: يا شيخنا، أنا خلص له دينه، أنا نعطيه 4 دنانير بصح ادعي لي ليا أنا اللي غادي يخلص عليه الدين. قال له: ادعي لي على كل دينار دعوة، عندي 4 دعوات أنا محتاجهم، ادعي لي الله. قال: وما هي الأولى؟ قال: ادعي لي الله تبارك وتعالى أن يخلف لي ما أنفقت، ادعي لي ربي هذه 4 دنانير اللي غادي نتصدق بها تعاود تولي لي، هذا ما عندي، الرصيد نتاعي الكونت نتاعي هذا هو، ادعي لي ربي يخلف لي. ادعى لها الله. قال: وما الدعوة الثانية؟ قال: أنا عبد مملوك، أنا عايش عند سيدي، بكري كانوا العابد، ادعي لي ربي يعتقني سيدي هذا باش نولي حر. دعا له الله. قال: وما الثالثة؟ قال: ادعي ربي لسيدي هذا اللي راه مالكني يدخل الإسلام لأنه يهودي. ادعى له الله. قال: وما الرابعة؟ قال: ادعي لي ربي يغفر لي ويغفر لسيدي. ادعى له الله. ولا عن سيده، رجع إلى سيده، قال: تعطلت، لماذا تعطلت عني اليوم؟ علاش تأخرت اليوم؟ قال: كنت حاضر في واحد الدرس نتاع إمام منصور بن عمار، واش وقع واش وقع، واني خلصت الدين، وقلت له: ادعي لي 4 دعوات، وقال له هذوك الدعوات. فقال له هذا اليهودي: أما الدعوة الأولى اللي دعاها لك الشيخ اللي قلت له يخلف لي هذه 4 دنانير، أنا نعطيك 40 دينار. قال: أما الثانية اللي قلت له اطلب لي ربي نولي حر، قال: أنت حر. قال: والثالثة؟ قال: دعيت لك ربي باش تدخل الإسلام. قال: لقد أعلنت إسلامي اليوم صباحا. قال: وما الرابعة؟ قال: دعيت، قلت له يدعي لي ربي باش يغفر لي ويغفر لك، قال: هذه لا أطيقها، إنها لله، قال: الغفران بيد الله. ففي تلك الليلة يسمع هذا السيد الذي دخل الإسلام في المنام هاتفا يقول له، اسمع واحد الهاتف الرؤية تاع المنام يقول له: يا فلان، أنت فعلت ما استطعت وأنا فعلت ما استطعت، لقد غفرت لك ولعبدك وللإمام ولمن حضر. إنها الصدقة أحباب رسول الله، تصدق ترى العجب العجاب، واعلموا أن خير جنة هو لزوم الكتاب والسنة والسير على نهج سلف هذه الأمة، فاستغفروا الله تجدوه غفور رحيما.